القمة تمهيد لما هو أسوأ وأصعب وأكبر، وهذا واضح تماما من الحشود العسكرية، واضح من التصريحات، حتى آخر تصريح للناطق باسم الجيش الإسرائيلي تحدث أن الجميع يتوقع أن الخطوة التالية هي حرب برية، ولكن قد لا تكون كذلك بالضرورة، نحن نعد لخطوات تالية كبيرة ولكن مش بالضرورة حرب برية. من الواضح أنه بايدن موجود في المنطقة من أجل مجموعة من المطالب من الزعماء. المطلب الأول الموافقة على التهجير إلى مصر والأردن، المطلب الثاني الموافقة وإعطاء الإذن بحرب برية أو اجتياح بري لشمال غزة على الأقل، ولذلك كان القصف المكثف على الشمال باعتبار إعطاء مساحات لدخول الدبابات الإسرائيلية وتمشيط المنطقة، والمطلب الثالث ربما يكون هنالك أشياء أخرى يعني لا نعرفها بالتأكيد، ولكن بالتأكيد ليس مطلبا من أجل لا وقف الدماء ولا وقف الحرب ولا وقف القصف. الوضع في منتهى السوء.